بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. سنة يسيرة جدا وعظيمة جدا، لها مناقب لا تحصى. لو أنك فعلتها خرجت من ذنوبك كما تخرج الحية من سلخها أو من سلخها. بما معناه، كلكم تعرفون أن الحية أو الثعبان يعني يجدد جلده مرة كل عام. يعني الحية أو الثعبان بيخرج من الجلد بتاعه تماما ويجدد الجلد بتاعه. فالحديث معناه ان الانسان اذا قرأ هذه الايه وهذا الحديث ذكره الامام ابو النجار رحمه الله والامام السيوطي في الدور المنصور، من قرأ في بعد صلاه المغرب، من صلى ركعتين بعد صلاه المغرب قبل ان ينطق، فقرأ في الركعه الاولى بالحمد لله والكافرون، وقرأ في الركعة الثانية الحمد لله بالحمد لله وسورة وقل هو الله أحد، خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها. يعني يخرج من ذنوبه كما ولدت أمه، آسف. بإذن دي سنة عظيمة ولا سنة عظيمة؟ بس في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيشترط قبل أن ينطق، يعني أول ما تصلي المغرب بس تقعد الأول تختم صلاتك، لأنه يكره كراهة شديدة دمج أو وصل السنة بالفرض، إن هذا من شيم أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا ما بيننا وبين صلاة أهل الكتاب عدم وصل الفرض بالسنة. لا يصلين أحدكم السنة قبل أن يتكلم، يعني يتكلم يعني يذكر ربنا، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا بعد آية الكرسي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام. دي الأذكار الأساسية اللي المفروض كل مسلم يعملها، وبتساعد على رفع الصلاة وبتجبر النقص في الصلاة. فالحديث زي ما قلنا بيقول قبل أن ينطق، يعني قبل ان يتكلم مع احد، من صلى ركعتين بعد المغرب قبل ان ينطق مع احد، فقرا في الركعه الاولى بالحمد لله وسوره الكافرون والكافرون، وقرا في الثانيه بالحمد لله وقل هو الله احد، خرج من ذنوبه كما تخرج الحيه من سلخها. فسنه عظيمه جدا. طيب، ده السنه دي لها مناقب كثيره جدا تانية تحصى لا تحصى. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن جابر، رجلا يقرأ في سنة الفجر أيضا بسورة الكافرون، فبعد أن انتهى منها أشار إليه وقال: رجل هذا رجل عرف ربه. ثم قرأ الرجل في الركعة الثانية بسورة الإخلاص أشكر الله أحد، فقال هذا فأشار إليه وقال: هذا رجل آمن بربه. حديث آخر رواه أبو داود: خرج رجل، خرجت مع رسول الله في صفرة، فمر على رجل يقرأ بسورة الكافرون، فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك. ثم مر برجل آخر يقرأ بسورة الإخلاص، فقال: وجبت، قال رسول الله، قال: وجبت الجنة. وفي رواية: أما هذا فقد غفر له. يبقى إذن هذه السنة اليسيرة، يبقى ينتهز الفرصة، وكل ما تصلي ركعتين تخش تدخل المسجد، تصلي ركعتين تحية مسجد، اقرأ في الركعة الأولى بالكافرون والاخلاص، ويستحسن انك تقرا الاخلاص 3 مرات مش مره واحده. ليه؟ عشان تاخد اجر قراءه القران كامله. يعني سوره الاخلاص مره واحده بتعدل سوره القران، قريتها 3 مرات في ركعتين خفاف كانك قرات القران كله ثوابا. في ركعتين يبقى تخش تصلي تحيه مسجد، سوره الكافرون، سوره الاخلاص 3 مرات. في سنه الفجر قبل ما تصلي الفجر سوره الكافرون وسوره الاخلاص، بس في سنه الفجر يستحسن تبقى قل هو الله احد مره واحده بس. هذا الوارد او ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلوات الثانيه، في الركعات الثانيه اختياريه، ما دام في اختياريه ومفتوحه يبقى نقول 3 مرات، على نقول 3 مرات عشان نخصص الصلاه القران كامله. ولان سنه الفجر برضو معلومه مهمه جدا، قصيره جدا. السيده عائشه كانت بتقول: كنت اسال نفسي هل قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحه ام لا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجاوز في ركعتي الفجر
حتى اقول في نفسي اقرا الفاتحه ام لا. طبعا ده قول مجازي من السيده عائشه، معناها ان هو بيصلي بيتجاوز في الصلاه في الركعتين دول وبسرعه، مش بسرعه، بس طبعا مش بسرعه بدون خشوع ولا كرواته ولا لا. هي بتقارن صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاته في صلوات تانية، فبتقول هو قرا الفاتحه ولا ما قراش الفاتحه. فالسنه انك ما تطولش في ركعتين الفجر، تقرا بالكافرون سوره الغاشيه. عشان كده بقول لحضراتكم اقرا الاخلاص مره واحده بس في الركعه التانية، اما في الركعات التانية بقى اقرا الكافرون والاخلاص 3 مرات. الركعات التانية زي ايه؟ تحيه المسجد، ركعتين خفاف في قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام منكم من الليل فليبدا صلاته بركعتين خفيفتين. يبقى تقرا الاخلاص، تقرا الكافرون والاخلاص. يبقى السنه دي بتتعمل امتى؟ في تحيه المسجد، تتعمل في سنه الفجر، تتعمل في سنه المغرب قبل ما تتكلم مع حد الا الضروره كما جاء في الحديث. تجعلك تخرج من ذنوبك كما تخرج الحيه من سلخها، هذه حاجه تبرئك من الشرك. تجعلك تزداد معرفتك بالله سبحانه وتعالى، تكون من العارفين بالله، تزداد يزداد ايمانك. تجب لك الجنه وتغفر لك الذنوب. طبعا يبقى اذا مناقب لا تحصى وعمل يسير. اهم حاجه استحضار كل النوايا دي وانت بتعمل النيه دي وانت بتعمل السنه دي، استحضر هذه النوايا. سواء كنت بتصلي تحيه مسجد، كنت بتصلي ركعتين في قيام الليل او ركعتين او سنه المغرب، استحضر هذه النوايا وهذه المناقب العظيمه لهذه السنه. ده غير ده فضلا عن ان سوره الكافرون بربع القران. سوره الكافرون بربع القران زي ما كنت قلت لحضراتكم قبل كده. العاديات والزلزله كل واحده منها بنصف القران، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سوره العاديات وسوره الزلزله اللي قراهم الاثنين كانوا قرأوا القران كله في احد الروايات. وايضا سوره التكاثر بألف ايه، حديث صححه الحاكم في المستدرك. من قرأ امامكم يستطيع ان يقرا ألف ايه؟ قلنا يا رسول الله كيف من يطيق منا ان يقرا ألف ايه؟ قال من قرأ التكاثر فقد قرأ ألف ايه. فاعمال يسيره وصواب عظيم جدا. فريت نحاول نفعل هذه السنه مع استحضار النوايا، خاصة بعد الفجر، قبل الفجر وبعد المغرب. وانت وفي كل تحية مسجد انتهز الفرصة، في قيام الليل انتهز الفرصة مع استحضار النوايا. لو حاجة حاول اكتب لكم كلام الحديث في الوصف بتاع الفيديو. استخوا هذا الكلام وانشروه، نشر هذا العلم في ثواب عظيم. من علم علما فانه اجر، من عمل به يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجرهم شيء. تنشوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنة النبوية. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.